اليوم جبت لكم أهم أخبار عالم الكريبتو، أهم العناوين ديال النشرة هذه. مايكل سيلر المدير التنفيذي السابق لشركة مايكرو ستراتيجي عنده بزاف ديال المشاكل حاليا مع الدولة. غادي نقول لكم اش من نوع ديال هاد المشاكل اللي عنده. غادي نمشيو غدا نشوفوا الجمعة، غادي يخرجوا بعض التقارير اللي غيكونوا مهمين ومهمين بزاف اللي غيكون عندهم تأثير على البورصة وكذلك سوق الكريبتو. غادي نقول لكم اش من تقارير غادي يخرجوا واش من ساعة. غادي نمشيو نشوفوا كذلك تيرا لونا دارت اليوم بعض الارتفاعات اللي هي ما كانش في المتوقع. غادي نقول لكم شحال ديال الفلوس دخات في هاد العمله هادي اللي باقي ما بغاش تموت. غادي نمشيو نشوفوا الباينانس اعلنت على واحد لاندكس جديد اللي كيتعلق ببعض التوكنات اللي كتعرفوهم مزيان. غادي نقول لكم اشنا هو هاد لاندكس واش من توكنات داخلين فيهم. غادي نمشيو نهضروا كذلك على بزاف ديال الاخبارات، واخر خبر غادي يكون مهم ومهم بزاف. واحد من العمالقه وهي شركه العملاقه اللي خاصه بهادشي ديال التكنولوجيا اعلنت اوفيسيالمون انها بغات تدخل سوق الكريبتو. غادي نقول لكم شكون هاد الشركة هادي ولكن بعد هاد الفاصل. خوتي وخواتاتي السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحة جيدة. كيف ديما كنشكر جميع الاخوات والاخوان سواء القدام او الجداد اللي يلاه تتابعونا في هاد الايام الاخرى. تنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على الكلام الجميل اللي كتكتبوا لي في التعاليق، وكذلك على التواصل ديالكم، هادشي كيفرحني وكيشجعني. بالنسبة للاخوات والاخوان اللي اول مرة كيشوفوني تنقول لكم مرحبا بكم القناة ديالكم. الى عجبكم هذا المحتوى واستمتعتوا واستفدتوا منه ما تنساوش انكم تتابعوا القناة وتفعلوا هذاك الجرس باش ما يفوتكمش الفيديو المقبلة إن شاء الله. إذا كان عندك شي سؤال أو شي استفسار مرحبا بك كتبوا لي في التعليق، أو لا عندك الفرصة أنك تواصل معي ديريكت عن طريق الفيسبوك أو الإنستغرام، ولا كنتي حاب أنك تنضم للمجموعة ديال الشات ديال هذا الجروب هذه، يعني مجموعة ديال ماشي غير تفرج، يعني اكتب وشارك في المواضيع اقتراحات وزيد وزيد. فغتلقى الرابط ديالها تحت هاد الفيديو في خانة الوصف، يعني جميع الروابط ديال السوشيال ميديا ديالي غتلقاهم تحت هاد الفيديو في خانة الوصف. كذلك في هذيك المجموعة ديال التليجرام درنا واحد المجموعة خاصة بالتوصيات، توصيات ماشي أنا اللي كنديرهم، ولكن الأخوات والإخوان اللي عندهم شي توصية كيشاركوها مع بعضياتهم، ولحد الآن كلشي زوين. حنا وصلنا تقريبا في الجروب ديال التليجرام أكثر من 310 ديال الناس، كلهم تبارك الله عليهم وكنحييهم واحد بواحد من هنا. فآخر حاجة نذكركم، إلا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش أنكم ديروا لايك وكومنتير وتبارطاجيو مع الأصدقاء والأحباب، هكذا غتعاونونا باش يوتيوب تاهي تنشر هذا الفيديو للناس الآخرين اللي باقيين ما تنعرفوهمش. وشكرا مسبقا. وكيف ديما على بركة الله وبسم الله نبداو النشرة المسائية ديال اليوم. غادي نمشيو نشوفوا سوق الكريبتو، نشوفوا الارقام فين وصلنا اليوم. حاليا الماركت كاب ديال سوق الكريبتو فهو تقريبا باقي في بلاصتو من البارح، 963 مليار ديال الدولار و600 مليون. بالنسبة للتداول ديال الفوليوم تقريبا 65 مليار و380 مليون ديال الدولار اللي تداولات في 24 ساعه الاخرى. الا ما نكتب فاحنا نزلنا شويه في ماركت كاب ديال سوق الكريبتو، البارح كنا في 970 واليوم 963 مليار. بالنسبه للدومينونس ديال البيتكوين فهي نزلات شويه البارح، فهي حاليا كتواجد بالنسبه ديال 39.3%، يعني من هذه الكميه ديال التداول ديال 24 ساعه ف 39.3% تداولات غير في البيتكوين. وبالنسبه للدومينونس ديال الايثيريو فهي 19.3%. نشوفوا حاليا الثمن ديال البيتكوين فهو نزل على 20000، حاليا كيتواجد 19727. الايثيريوم كذلك المهم باقيين في بلاصتهم، يعني 1520. كنبغي نحيي واحد الاخ جواد اللي كنت تشاركت معاه اليوم بعض الافكار، وفريمون عند الصح، لان حاليا بالنسبه للناس اللي هما في اللي كيديروا هادشي ديال الصفقات والتداول في الفيوتشرز وزيد وزيد فيحضيو راسهم، لان الفولاتيليتي في المارك حاليا فهي ناقصه وناقصه بزاف ما كاينش، وهاد لا بيريود هكا كتكون خطيره وخطيره بزاف. داكشي علاش انا كنزحكم الله يجازيكم بخير هاد الايام، كالمي وشويه لو جو من الاحسن الا بغيتو تحافظوا على المحافظ ديالكم. بالنسبه للناس اللي هما كيعرفوا هذا الشيء وعندهم الخبره وداك الشيء، المهم راه ما غاديش، راه كل واحد مسؤول على المحافظ ديالو، ولكن بالنسبه للناس اللي باقي ما عندهمش تجربه ولا باقي بارفور ما تيعرفش اش يدير، فمن الاحسن بعدوا شويه من هذا الفيوتشر هذه الايام هذه، لان القضيه شويه صعيبه. مشيو سيدنا الخبر الاول اللي كيتعلق بالمايكرو استراتيجي او مايكل سيلر، نيو بيتكوين لوز افتر مايكل سيلر
ميناترز لو سوت هيريز واي، فقال لكم يعني هذا الهبوط ديال بيتكوين وبغى يربطوه مع المساله ديال المشكل اللي عند مايكل سيلر. قال لك بيتكوين ماكسيماليست مايكل سيلر واز سيود فور تاكس فرود باي ذا ديستريكت اوف كولومبيا اكوردنج تو ذا اتورني جنرال اوف ذا ديستريكت كارل راسين سيلر ريزايدد ان ذا ديستريكت اوف كولومبيا وداوت بيين اني انكم تاكس فور اوفر ا ديكيد. فسي مايكل سيلر فهو كان قاطن اوفيسيال من فهاد الولايه ديال كاليفورنيا ديستريكت اوف كولومبيا عفوا، هو لحد الان ما خلص قال لك تقريبا 10 سنين ما خلص حتى حبه ولا حتى دولار الضريبه. داكشي علاش هذا المحامي هذا الاتورني جنرال يعني المحامي جنرال ديال الدوله فهو دعاه على قبل تاكس فرود. احنا غادي نشوفوا واش هذا الشيء غادي يدوز ولا لان كان واحد الخبر بالنسبه ليماج ديال البيتكوين، لان في الحقيقه مايكل سيلر هو ليماج ديال البيتكوين هولدر يعني رقم واحد، لان هو ماكسيماليست وبالنسبه ليه كاين غير البيتكوين لا الايثيريوم لا العملات الاخرين اللي كنعرفهم كاملين بالنسبه لهم هما هادو كاملين ولا شيء. واش شي واحد عليه خرج فيه دعوي البلاد ديال عباد الله؟ حنا غنشوفوا. المهم هذا الشيء مالوزمون لانه هو كان يعني مدير ديال الشركه ديال مايكرو استراتيجي كيربح الفلوس كاملين وخا كلشي فلوسه كيحطهم في البيتكوين، ولكن كلنا كنخلصوا الضريبه وكنا خصنا نخلصوا الضريبه وهو حتى هو خصو يكون بحالنا بحاله واخا يكون ما عادش اش سميتو. نمشيو نشوفوا الخبر الثاني. قال لك البيتكوين ايثيريوم تكنيكال اناليسيس بي تي سي دروبس بيلو 20 كي هيد اوف فرايديز ان اف بي ريبورت. نشوفوا الايكونوميك كالندر فكيف تشوفوا غدا نهار الجمعة غادي يخرجوا مع 2:30 PM يعني UTC بلاس 2 يعني تقريبا هذه هي 2:30 توقيت ألمانيا هي 1:30 توقيت المغرب غادي يخرجوا أرقام ديال البطالة. غادي نشوفوا واش البطالة تزادت أو نزلت في أمريكان، وهاد يعني وهاد الإيفن مهدم هاد الأرقام فهما عندهم تقريبا يعني الماكسيموم ديال يعني ديال لامباك يكون عندهم واحد في السوق، يعني يكون واحد لامبا كبير في السوق لا سوق البورصة لا سوق الكريبتو أون جينيرال. أما نكذبش عليكم ما بقينا كنعرفوا والو، واش إلا نزلت البطالة يفرح الواحد ولا طلعت البطالة يفرح الواحد، فما عرفناش نديرو هاد الأيام. فمني بدات يعني ديك النهار زادت الفائدة ب 0.75 السوق طلع يعني تجاوب معها إيجابيا، ديك النهار خرجوا قال لك أودي راه الإنفلاسيون زلات تجاوب معها عاوتاني السوق نيجاتيفمون. جيروم بول قال لك أودي راه مازال باغي يبقى يزيد في ليزانتيري شويه كلشي هبط السوق. احنا ما عرفناش اش غادي نديرو، احنا نشوفو غدا كي غادي يكون السوق وكيفاش غادي يرياجي. راه من دابا راه كيف تشوفوا البيتكوين راه بدا تينزل من دابا بداو تيوجدوا الحيتان. لا نساو راه ديما بحال هاد لي جور هكا تيكون فولاتيليتي كبيره. نمشيو سيدي نشوفو اللونا كلاسيك اللون سي 1 بليون بامبت انتو تيرا كلاسيكس ماركت كاب ان ا ويك از لونا كلاسيك سيرج باي 180%. فهي قال لك هاد السيمانه طلعت تقريبا 180%. شوفوا حاليا الثمن ديالها فين وصلت، فهي وصلت حاليا ال 25 يعني ثلاثه الاصفار 25، قبيله راه كانت طلعت حتى ل 29 شي حاجه كانت طلعت شي 82 ولا كذا 80% كيف كنا هضرنا في الجروب ديال تيليجرام. اش نقول لكم لونا كلاسيك حاليا كلشي بوليش عليها لان كلشي دابا بدا يستيكي كلشي بدا يامن بان هاد العمله هذه غادي ترجع الارقام القياسيه اللي كانت فيها شحال هذه، واش هذه غادي يصدق ولا ما غادي يصدقش. اش نقول لكم الا مشات تطرى واحد الحاجه، الا مشات تنزلات عاوتاني اللونا، الا مشات تكربع السوق عاوتاني نزلات عاوتاني الاربعه الاصفار تسعود أولا نقولوا ثلاثة الأصفار واحد شي حاجة يعني واحد 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 جوج، فأنا كنظل واحد يقدر يحط فيها واحد المبلغ بسيط صاديبون كل واحد على الريسك مانجمنت ديالو ويطلقها، لأن أصلا الهدف من هاد البير اللي بغاو يديروا بغاو يردوا هاد الكمية اللي كاينة يعني التوتال سبلاي اللي كاين يعني تقريبا 6 تريليون، فهم بغاو يردوها تقريبا 10 المليار يعني غيبداو يحرقوا. كيف تتعرفوا المنصة الكبيرة اللي وراء هاد البروجي دابا اللي كدعمه وهي الباينانس، فهم راه غادي يديروا المستحيل باش هاد البلان هذا يصدق. بالنسبه للتيرا قلت لكم لونا كلاسيك، وكذلك اليو اس تي هذاك ستيبل كوين اللي كان شحال هذه حاليا ما بقيتش عارف شحال الثمن ديالو، غادي نشوفوا اش كيقول السوق. اليو اس تي تيرا كلاسيك يو اس تي فهو حاليا غادي نشوفوا
فهو حاليا كيتواجد 3 سنتيم. تخيلوا معايا بكري كان هذا كيسوى دولار، يعني حتى هو طالع ب 34%، ولكن كيف تيبان ليا راه القضيه شويه مرنجيه، يعني حتى هو بدا تينزل. احسن اللي بنادم اللي كيفكر انه حتى هو يستثمر في هذا التيرا كلاسيك يو اس تي، من الاحسن المهم منين ينزل بهذيك جوج ديال السنتيمات، المهم بحال هذا المستوى بحال هكا ينزل نقولوا تقريبا جوج ستة، الواحد ينفستي فيه، لانه هو تيطلع بارفو تيطلع حتى الاربعه، اخر مره طلع حتى السبعه سنتيم ولا 8 سنتيم، يعني الواحد يقدر يضرب فيه شويه ديال الفلوس. ولكن حاليا انا ما كنصحش بان الواحد يشري هذا الثمن. كذلك هذاك الانكر بروتوكول، كانوا بعض الاخوات والاخوان كانوا حتى هما هضرنا فيه. الانكر بروتوكول حتى هو يعني قدر الواحد يفكر فيه انه يجرب، كي تنقولوا هاد ثلاثه ديال العملات هما هاي ريسك، لونا كلاسيك اليو اس تي وكذلك الانكر بروتوكول، لانه هادو هما لي بروجيت اللي يعني ملي طاحت اللونه كلشي هبط معاهم. الا صدق هادشي راه غادي يطلعوا، ولكن خصهم شويه الوقت. المهم هادي غير واحد المساله اللي بغيت نشاركها معكم. شي وسيدنا الخبر الثاني اللي كيتعلق بايران، ايران اوفيشالي ابروفز يوز اوف كريبتو فور امبورتس. فايران خرجوا لها طاي طاي بعد ما داروا اخر مره واحد الصفقه اللي شراو انترناسيونال تقريبا شي 10 مليون ديال الدولار شراوها بالكريبتو امبورت او شي حاجه، بالحد الان باقي ما خرجش الشراو ومن عند من شراو. فهما دابا الحكومه ديالهم اوفيشال مو كتعطي الاوكي للناس انهم امبورتيو البضائع اللي هما عندهم زوزو هذاك لومبارغو، انهم امبورتيو السلع وكل شيء ويخلصوا بالكريبتو. هادشي مزيان. شي وسيدنا الاوبن سي، اوبن سي سيز ماركت بليس وونت سبورت فوركت ان اف تيز بوست ميرج. فالاوبن سي تاهما خرجوها وقالوها ديريكت، هما ما غاديش يسبورتيو الان اف تيز اللي غادي يبقاو في الايثيريوم، هذيك الشبكه ديال البروف اوف ورك. هما قال لك غيبقى يسبورتيو غير الان اف تيز اللي هما في الشبكه ديال الايثيريوم اللي هي في البروف اوف ستيك، باش نتفاهموا. الناس اللي حيت كاينين حاليين دابا في هذا ليفينمون ديال الايثيريوم بزاف كيسبيكوليو، كلشي تيقول لك اودي راه كاينه لهاد الضربه في هذا المستوى هذا، يعني ربما هذاك الايثيريوم غادي يبقى في البروف اوف ورك، يعني غادي ديك الشبكه اللي تفوركات. المهم هادشي ريسكي حاليا، كاين بزاف ديال البلانات اللي كيديروا شي وحدين اللي هما تيقول لك راه غادي يكون عندك الدبل، يعني غادي تربح جوج مرات ايثيريوم وزيد وزيد. فهداك النهار اللي غادي يكون غادي يطرا فيه الميرج، فهم شي غيبدا يدامبي الايثيريوم القديم. المهم كاين شي بلانات انا ما تنكتبش عليك، الواحد يريح يتبت ويخلي الا قسم لك الله شي ربح راه غادي يجيبو، بلا ما تحاول تخلط وتشلط غادي يجيبها غير في راسك. شي وسيدنا نشوفوا الباينانس، الباينانس لونشز فوتبول فان توكن اندكس بيربيتوال كونتراكتس اهيد اوف فيفا 2022. فحيت كاس العالم ديال فيفا 22، فالباينانس خرجت واحد لاندكس يعني ديال فوتبول ديال كره القدم. هذا لاندكس هذا يعني كيتكون يعني دايرين اللي هما جمعوا فيه بزاف ديال التوكنز، توكن فوتبول توكنز زعما اللي هما ملونسيين في الباينانس، منهم مثلا التوكنز اللي هما داخلين فيه. هما دايرين هنا شي شارحين كيفاش حاسبين هاد الاندكس هذا، فهما داخلين فيه هاد العملات: سانتوس، البورتو، لازيو، بي اس جي، برشلونه، مانشستر سيتي، اسي ميلان، اتلتيكو مدريد، الاي اس روم وجوفنتوس. هاد العملات كاملين اللي كاينين اصلا هما في الباينانس، هاد التوكن حيت كل فرقه عندها التوكن ديالها في الباينانس. فهما جمعوهم كاملين وداروا واحد الكالكولاسيون، خرجوا واحد الاندكس اللي تقدر الواحد يتداول فيه واش غادي يطلع الثمن ولا ينزل، يعني بحال كتانفيستي في هاد العملات كاملين، ولكن هادشي في الفيوتشرز ماشي في السبوت. كيف تشوفوا الشرط هو هذا حاليا، فيعني بالنسبه للناس اللي بغاو يتداولوا منه، فكاين 2 داي 30 دايز اماونت وزيرو زيد. فاللي بغى اللي انتريسي اللي عنده مع اللي بغى انفستي في هادشي ديال الاندكس ديال الفيوتشرز، فراه الباينانس دارت لي هاد المساله هادي ديال الكره. بشي وسيدنا الكاميرون، الكاميرون to become the next hub for crypto in Africa thanks to Binance. هذه هي الخبار من قريتها انا بقى فيها الحال، قلت علاش ما كايناش هنا موروكو بار اكزومبل، علاش؟ حيت قال لك الباينانس غادي ترد الكاميرون من واحد البلد اللي هو ماغنيت، بحال مثلا الماغنيت ديال هادشي ديال الكريبتو. علاش؟ لان دارهم هما has opened a training center in Yaoundé, Cameroon. The initiative in collaboration with Innonitech will provide resources and training for young people across francophone Africa. هما داروا تما واحد سنتر ديال تريننغ، كيعلموا الناس تريدينغ،
اي حاجه عندها علاقه بالكريبتو والاكستشينجز والبايننس والديزيد، وهذا غيخلي الكاميرون وغتولي واحد النقطه اساسيه في افريقيا اللي بزاف ديال لي بي فرانكوفون وللشباب لي فرانكوفون اللي باغين يخدموا في هذا المجال ديال الكريبتو ولا يتعلموا هذه المساله يوليو يمشيو الكاميرون. خساره في الحقيقه لان المغرب باقي ما حلش اوفيسيال من باب لهادشي ديال الكريبتو ومع البايننس. حنا نتمنوا ان هادشي ما كنبش عليكم، انا البايننس كتفكرني في يامات المغرب فاش بدا كيتوسع في افريكا، كيمشي كل الملك ديالنا كيمشي لكل بلد وكيدير فيه شي مشروع، والبنوك المغربيه بداو تيتوسعوا في افريكا. لا ميم شوز دايرها بايننس حاليا، باش هذا غير واحد الفكره بغيت نشاركها معكم. مشيو سيادنا المنصه ديال بولينكس لونش زيرو في يو اس دي دي تريدينغ. البولينكس هي تي من المنصات المعروفين في هذا السوق هذا، فتا هما بغاو يمشيو في نفس الخطه ديال الباينانس، وقال لك سيدي تا هما بغاو يديروا زيرو في زيرو رسوم، ولكن اش من بير اللي غادي يكونوا معفيين من هذه الرسوم هذو، هما اي بير ديال يو اس دي دي. يو اس دي دي هي هاد ستيبل كوين ديال ترون، هذا من حتى هو من واحد اليو اس ستيبل كوين اللي مطلعينه صحه، يعني ماشي فريمون شي حاجه، يعني حتى هو واحد الالغوريثميك ستيبل كوين ديال هذاك جاستن سان، ولكن ما عليناش. المهم هادو هما لي بير اللي كاينين، يو اس دي دي يو اس دي تي يو اس دي تي يو اس دي سي، البيتكوين باليو اس دي دي، الايثيريوم، ترون يو اس دي دي، وزيد وزيد. هادو كاع الناس اللي في بولينكس اللي غيتداولوا هاد يعني هاد البير هذا يبداو يتداولوا فيه يشريو ويبيعوا، فهم غيخلصوا لا فري لا حتى حاجه. واحد الخبر اللي بغيت نشاركو معكم، الادا الكاردانو تليستات اليوم اوفيسيالمون في الروبين هود، هذه من اكبر المنصات المعروفه في ميريكان. هذه واحد الخبر زوين بالنسبه للادا، ولكن الناس اللي كاينين في نيويورك ما عندهمش الحق انهم يتداولوا فيها. ادا از نوت كارنتلي افيلبل ان نيويورك، ولكن شي حاجه بوزيتيف الادا. انا ما كانش والله ما كتبش عليكم، انا كنت ما كانش كيسحب لي انها ما كاينينش في الروبين هود، تقريت قبيله قلت او ما كايناش في الروبين هود فريمون ماريناش. مشي وسيدنا واحد الخبر ديال كريبتو دات كوم، هذيك المنصه اللي كتعرفوها، فهما راه حسب ما قريت اليوم قال لك خرج واحد الخبر اللي هو سلبي بالنسبه للناس اللي كيمينتي والان اف تي في كريبتو دات كوم. فهما دابا وليتي تخلص 3 دولار الا بغيتي تمينتي شي ان اف تي. هذوك لي زارتيست اللي هما عندهم لي ان اف تيز بثمن الا ما خفت نكذب ثمن رخيص، فهما طلع لهم الدم وبداو تيكريتيكيهم. فكيف تشوفوا كريبتو دات كوم بدات كتزير شويه، وهذا الخبر غادي ياكد هادشي اللي تنقول. قال لك كريبتو اكسشينج Crypto.com has pulled out of its 495 million UEFA Champions League sponsorship deal. هما كان ديجا عندهم مع اليوفا يعني بطولة ديال الشامبيونز ليغ، كانوا دايرين سبونسورشيب واحد الكونترا اللي غادي يخلصوا، اللي كانوا بغوا يخلصوا فيها 495 مليون ديال الدولار، واليوم قال لك نسحبوا من هاد الديل هذا، ما بقاوش بغاو يكونوا سبونسور ديال الشامبيونز ليغ، وهادي يعني غيقتصدوا هاد 495 مليون ديال الدولار. فهما في الاول كانوا عبال كانوا تيرشوا في الفلوس، شراوا واحد لارينا ما تبش حال من مليون ديال الدولار، تقريبا 700 مليون ولا ما شحال، هذيك واحد لارينا كاينه في ميريكان، كانوا تيعطيو هذاك البونوس بروغرام، كانوا مهلين فليك اليوم شويه صافي غاجا البير ماركت وما يزيروا الصمته، وهما مازال كيزيروا الصمته. الواحد اللي حدا مع هذا الكريبتو دوت كوم واخا هي يعني ما غاديش نقول بان راه غادي يعني غادي تنهار ولا غادي ترى لها شي حاجه، ولكن ما نكذبش عليكم انا تنحتاط كي قلت لكم في هذا السوق الكريبتو وفي هذا الشيء ديال التداول وفي هذا الشيء ديال الاستثمار خصك تكون خواف باش نتفاهموا، تكون شجاع في بعض المسائل انك تدخل شي بروجي وتريسكي وشي حاجه، ولكن امام خصك تكون خواف لا في الصفقات ديالك وتكون قانع في الصفقات ديالك وتكون كتخاف على فلوسك، سينو راه ما غاديش تنجح في هذا الدومين هذا. شي حاجه شميت فيها المشاكل ولا شميتنا نسحب، عطاتني شي صفقه شي واحد شويه الارباح ولا شي لعبه بحالكم، مابقاش نتسنى نقول لها يا دايموند هاندز دايموند هاندز، وبقى تسنى دايموند هاندز. هذوك اللي تيقولوا دايموند هاندز هما اللي تياكلوا العصا في الاخر. ماليناش. مشيو سيدنا الخبر ثاني، تريزور شليست بارتنرشيب ميت مون باي ديريكت كريبتو بلالمانيا ديريكت كريبتو كويفا ان والت موغلش. تريزور هاد التريزور باش نوريكم، تريزور باش تعرفوه هو هاد الشركه اللي كدير هاد الكود والت بحال هذا، ماشي الليدجر، الليدجر هو هذا
باش تعرفوا ليجر هو هذا، هذه الشركه ديال ليجر، ولكن الكولد كي يقولوا التريزور هو هذا، يعني الكونكورونس هما ماشي هما تقولوا ثاني شركه في هادشي ديال كولد واليت. فهما داروا واحد الشراكه مع هاد المنصه ديال مون باي، ودابا حاليا اللي عنده هاد تيقولوا لي هاد التريزور يقدر يشري الكريبتو ويبيعها بثمن رخيص ديريكتومون من هاد الجهاز. هادشي اللي ما كانش شحال هادي، حسب ما تنعرف ليجر راه ديجا عنده ديك البلاتفورم اللي يقدر الناس يشريو ويبيعوا فيها ويستيكيو فيها ديال الكوينات ديالهم، وما دابا يلاه تداركوا الموقف. والخبر الاخير، ال جي الكترونيكس تو رول اوت كريبتو واليت. انا ملي سمعتها قلت او لادوبسيون راه خدامه. As part of plans to expand its business scope to include platforms and software, South Korean tech giant LG Electronics is launching a crypto wallet application dubbed Wally بسميتها واليبتو هي اللي غتكون سميه ديال هاد لابليكاسيون، اللي هي غتكون واحد الواليت ديال الكريبتو كارنسي اللي غادي تخرجها ال جي الكترونيكس. غيكونوا في التليفونات ديال ال جي، ربما غادي يكونوا في التلفازات ديال ال جي، ربما غيكونوا في الاجهزه ديال ال جي. فكيف تتشوفوا ديك النهار كنا سمعنا سامسونج بغات دير واحد البورصه ديال الكريبتو، سولانا بغات تخرج تليفون، شحال من شركه بغات دير حتى هي تليفون فيها ديال الكريبتو ولا الويب 3، وهي دابا ال جي حتى هي كتخرج وكتقول انا غادي ندير واحد الواليت خاصه بالكريبتو. ايوا حنا راه هاد العام ما كذبش عليكم، عندك تقريبا هاد عام ونص دابا، ونقولوا تقريبا هاد 12 شهر عام، فما عمرنا كنا كنسمعوا واحد الكميه ديال الاخبار ديال الشركات الكبار انهم بداو كينفستيو بداو كيدخلوا في الكريبتو كيف هاد 12 شهر هذا. قبل ما كناش كنسمعوا، كنا كنسمعوا الاخبار السلبيه وقليل فين كتسمع شي شركه دخلات ولا انفستي. فحنا راه الادوبسيون غاديين فيها يعني في 180 كيلومتر الساعة. فكانت هذه هي النشرة المسائية ديال اليوم، كنتمنى انها عجباتك واستمتعتي واستفدتي بها. الا كان هذا هو الحال فما تنساش انك دير لايك، بارطاجي مع الاصدقاء والاحباب، وتابع القناة، لان راه 80% ديال الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو ديالي فهم راه باقي ما دايرينش كاع ابوني، والشي الاخر كاع ما بقاش يتفرج. فشجعونا ودعمونا باش يوتيوب حتى هي تنشر هذا المحتوى للناس الاخرين اللي انتريسين في الكريبتو اللي باقين ما تيعرفوناش وحنا باقين ما كنعرفوهمش. كنشكركم على الوقت ديالكم، وكنضرب لكم موعد في النشرة المسائية إن شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم والله المعين.